وحول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الأستاذ أحمد محمد الزياني، عضو لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا في نشرة الثالثة. وبداية يعني نود أن تحدثنا عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف النمو الإيجابي والمتصاعد لقطاع الفنادق والمطاعم في مملكة البحرين. نعم طبعا هو نمو إيجابي طبعا، لأن القطاع قطاع واعد، وذلك لأن اليوم وزارة السياحة حسب خطتها في 2026 هذه نسبة مساهمة السياحة راح يكون 11.4% من الناتج المحلي، وهذه طبعا مؤشرات إيجابية احنا نتمنى تحقيقها، لأنها هي راح تساهم في تنويع مصادر الدخل بالنسبة لمملكة البحرين. وأيضا احنا نطمح ان اليوم البحرين تشكل مشاريع ضخمة وكبيرة في المجال السياحي، مثل مركز المعارض الدولي وإدارته بشكل فعال، لأن هذه راح ينعكس على القطاع السياحي. واليوم القطاع السياحي هو قطاع خدمي ويمثل الاقتصاد الرديف أو اقتصاد مستدام لمملكة البحرين، فزيادة النمو فيه راح ينعكس بشكل مباشر على زيادة الاستثمار في القطاع السياحي. نعم أستاذ أحمد، يعني هناك سؤال آخر أيضا، كيف استفاد هذا القطاع من خطة التعافي الاقتصادي والتي أولت القطاعات غير النفطية أهمية كبيرة؟ إيه نعم طبعا، إذا احنا بنرجع للمؤشرات الاقتصادية طبعا هي شكلت يعني ارتفاع إيجابي ونوعي في الربع الأخير أو سبتمبر من 2022، وبينت أن في زيادة في القطاع الغير نفطي شكلت 7.2%، واليوم شكل القطاع الفندقي والمطاعم نسبة 14.7 من هذا النمو، فيعتبر هو الأكثر قطاع نمواً في مملكة البحرين. نعم. والأكثر استفادة من خطة التعافي الاقتصادي. نعم، في ظل هذه المعطيات التي نستطيع أن نقول بأنها مبشرة، كيف تنظرون إلى ما سيحقق هذا القطاع وهو قطاع الفنادق والمطاعم؟ طبعا خلنا أقول لك أن اليوم رأي الخبراء أن في 133 تريليون دولار راح تكون مضخة في هذا القطاع في الشرق الأوسط خلال عام 2028، يعني اليوم البحرين عندها فرصة ذهبية لاستغلال هذا القطاع وتنميته. واليوم يمكن من أكبر التحديات إحنا بالنسبة لنا في مملكة البحرين هي استمرار المؤشرات الإيجابية اللي ذكرناها في 2022 في أعوام 2023 وما بعد، ونقدر نقول بعد إن يعني الاستمرار في جذب المؤسسات السياحية العالمية والاستثمار في السياحة الترفيهية واستغلال موارد البحرين من الموارد البشرية، الموقع الجغرافي، وبالذات لو نركز على الشعب البحريني، لأن اليوم الشعب يتميز إنه هو شعب متميز متسامح، ومن أهم صفاته أنه هو حسن الضيافة. فاليوم إذا استغلناها بشكل صحيح ممكن تتكامل الجهود إلى تسويق للبحرين أن تكون مركز متميز للسياحة. كل التوفيق الأستاذ أحمد محمد زياني، عضو لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا.